خلينا نروح عبر اتصال هاتفي مع ضيفنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي حسان الجردي. خلينا نعرف اليوم كيف حتكون الطقس، حنشوف الامطار، حنشوف بكره شو راح يعمل. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا اخي. يسعد صباحك يا هلا. اهلا وسهلا. خلينا هيك نروح مع حضرتك برحله هيك سريعه باخر اخبار الطقس، المنخفضات، الله يبعث الخير. شفنا اليوم امبارح كميات كثير كبيره من الامطار. هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك. يا هلا. الاخباريه السوريه، الهطولات المطريه كانت عامه وشامله، وخيرات السماء بكافه جغرافيا السوريه كانت موجوده بقوه خلال هيدا المنخفض اللي اثر على المنطقه خلال اليومين الماضيين، وكان مرافق له كتله هوائيه بارده نسبيا ورطبه. اكبر كميه هطول حتى الان خلال فتره المنخفض كانت بمحافظه اللاذقيه تحديدا، جاوزت كميه الهطول خلال اليومين الماضيين 142 ملم. اغلب الهطولات كانت غزيره ومترافقه بحبات البرد والعواصف الرعديه. كان في هطولات ليله امبارح متفرقه باغلب المناطق. العاصمه دمشق كان فيها 7.5 ملم تقريبا، بالقنيطره 20، سرغايه 40 ملم، بدرعة 8، سويداء 10 ملم، حمص وحما المنطقه الوسطى تقريبا 26 ملم، بالسلميه بالباديه السوريه 27.5 ملم، اذا بنروح على الجزيره بالقامش 6 ملم، بالقرداحه 63، محافظه طرطوس بمركز المحافظه كان امبارح 27.5 ملم. اكبر كميه هطول ليله امبارح كانت بطرطوس بدوير رسلان 83 ملم، وبمحافظه اللاذقيه ليله امبارح كانت اكبر كميه هطول بشلامه 75 ملم، بحلب المدينه كانت تقريبا 10 ملم. اليوم بضل مستمر معنا تاثير الكتله الهوائيه البارده نسبيا والرطبه المرافقه للمنخفض الجوي، وتضل مستمره معنا حتى ساعات المساء والليل لهذا اليوم بفعاليه اقل مما كانت عليه خلال اليومين السابقين. والاجواء بشكل عام بتكون غائمه الى غائمه ماطره على مناطق متفرقه من البلاد، الهطولات بتكون غزيره ومصحوبه بالعواصف الرعديه وحبات البرد ببعض الاحيان، خاصه بالمنطقه الساحليه والشماليه الغربيه من البلاد. اما الرياح رح تكون غربيه الى جنوبيه غربيه معتدله السرعه مع هبات ممكن تتجاوز سرعه الهبات ببعض الاحيان 60 كيلومتر بالساعه تحديدا بالمناطق الجنوبيه، والحراره عم تكون اقل من المعدل من 3 الى 6 درجات مئويه باغلب المناطق. هلا تاثير هيدا المنخفض والكتله رح يبلش بالانحسار بشكل تدريجي عن المنطقه خلال ساعات صباح يوم الاحد نهار بكره. بتكون الاجواء غائمه جزئيا، الحرارات بتميل للارتفاع بشكل تدريجي بس تضل اقل من المعدل من 2 ل 5 درجات مئويه باغلب المناطق، والبحر بيكون متوسط بيتحول الى خفيف ارتفاع الموج ببعض الاحيان. بيستمر معنا حاله الاستقرار هي لفتره زمنيه بسيطه، بعدين بيكون عندنا حاله عدم استقرار ضعيفه نهار الثلاثاء خصوصا خلال ساعات المساء والليل، وبترجع الاجواء متقلبه ما بين حاله عدم استقرار وحاله بتكون غائمه جزئيا يومي الاربعاء والخميس، مع ارتفاع على درجات الحراره لحتى تكون اعلى من المعدل نهار الخميس بحوالي 1 ل 3 درجات مئويه. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 15/7، القنيطره 13/5، القلمون المرتفعات الجبليه 10/4، درعا 14/6، سويداء 13/7، المنطقه الوسطى خمس وحما 15/7، بالساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 20/14، بالشمال حلب وادلب 16/7، منطقه الجزيره محافظه الحسكه 14/7، دير الزور المنطقه الشرقيه 18/7، الرقه 17/7، بالباديه السوريه مدينه تدمر 15/7. دائما بهيدي الحالات عدم الاستقرار نوجه خدمه من التحذيرات، خصوصا بنحذر من شده الرياح اللي بتتجاوز 60 كيلومتر بالساعه بالمناطق الساحليه والجنوبيه تحديدا، بنحذر من غزاره الهطول المطري واللي بيؤدي الى السيول بالاماكن المنخفضه والمنحدرات، بنحذر من تشكل الضباب وانخفاض بمستوى الرؤيه الافقيه صباح يوم الاحد والاثنين نتيجه الاستقرار بده يرافق حاله الانحسار والمنخفض الجوي عن المنطقه، فهي التحذيرات بنوجهها دائما خصوصا الضباب رح يكون باغلب المناطق أكيد. الداخليه. أكيد كمان بنضم صوتنا لصوتك بالتحذيرات استاذ حسان، بدنا نتشكرك على مجمل ما خبرتنا فيه من احوال الطقس اللي حتكون بالايام القادمه، شكرا لك.